بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فايها الاخوه في الله نعود واياكم لحلقه جديده مع ايات بينات من القران الكريم في بيانها إعجاز ودلائل عظيمة على عظمة الله وعلى هذه المعجزة التي نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وصلنا اليوم إلى قول الله تبارك وتعالى الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وإياكم نلاحظ ان الله تبارك وتعالى يكرر لنا العلم مع الخلق لماذا العلم نحن الذي علم بالقلم وعندما طلب الله تبارك وتعالى من الملائكه واخبرهم باني جاعل في الارض خليفه فعندما استفهموا لماذا كان الجواب: إني أعلم ما لا تعلمون. أهم صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي قدمها لعباده من أجل أن يبين لهم لماذا خلق آدم؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. العلم. المعرفة. والعلم والمعرفه صنوان ممكن فيه معنى اضافي لكلمه العلم غير موجوده بالمعرفه اما العلم لا يشترط ابدا ان يسبقه جهل واما المعرفه يشترط اي يسبقها جهل تقول علم بالشيء لا يشترط ان يكون لا يعلمه ثم علمه لا يشترط اما المعرفه تقول عرفت هذا اي بعدما كنت تجهله فلذلك نحن ممكن ان نطلق هذا الاسم الكبير العظيم على الله تبارك وتعالى وهي صفة العلم، فالله قال علم الإنسان، ولكن العلم الذي يتعلق بالإنسان هو علم قاصر، وليس بعلم يجمع ما بين الأولين والآخرين، ما بين السابق واللاحق، إنما هو علم قاصر حصل عليه هذا العبد. ولكن هذا العلم من اعطاك اياه من الذي اوصلك له اوصلك له الله تبارك وتعالى عن طريق القراءه وكذلك عن طريق الكتابه والتي عبر هنا في هذه الايه بالقلم اي اطلق اللازم واراد منه الملزوم وهي الكتابه فعندما تريد ايها المسلم ان تكون عالما وان تكون من قبل الله تبارك وتعالى متعلما لتاخذ هذا الشرف اذا يلزمك ان تكون قارئا وكاتبا وعندما ننظر في مجتمعاتنا المعاصره وان نسبه الاميه قد ارتفعت بكل اسف في السنوات الاخيره فليس لنا الا ان نذكر هؤلاء الاخوه انتم ينبغي عليكم ان تعودوا وتعيدوا الى حياتكم القلم وكذلك الكتابه لان الله تبارك وتعالى علمنا من خلال نبيه المصطفى صلى الله عليه واله وسلم حيث عندما أسر عليه الصلاة والسلام أناسا من مكة المكرمة خلال غزوة بدر الكبرى فمن أجل أن يطلق سراحهم من بين الشروط التي اشترطها عليهم أن يعلم كل متعلم منهم عشر من المسلمين لابد أن يعلم ولا بد من المسلم ان يتعلم هذا المعاني هذا المعنى وهذه المعاني العظيمه ينبغي ان يقف عليها المسلمون وان يقف عليها المواطنون الذين يعيشون ونعيش واياهم في هذه البلاد ليتعرفوا على العالم ومن خلال هذا العالم ان يتعرفوا على هذا القران الكريم وعلى نبيه العظيم صلى الله عليه واله وسلم. أن يتعرف كل الناس حتى من يدعي الإسلام، لأن كثيرا من الشباب الذين يدعون الإسلام هم يقفون عند ظواهر النصوص وظواهر الأحرف، ولا يدخلون أو يغوصون في معاني الكلمات، من هنا يقع الإنسان بالمتاهات ويضيع أمام هذه الألفاظ. لأنه ما تعلم معانيها ولم يقف عند حقائقها. فنحن عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى الذي علم بالقلم، نتذكر الآيات التي تحدث الله تبارك وتعالى فيها عن بداية خلق الإنسان، عن طلب الله تبارك وتعالى من الملائكه ان يسجدوا لادم فعندما تلاحظ وتفكر وتبني تجد ان المبنى على العلم قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه اذن الصفه الاولى العظيمه التي خص الله تبارك وتعالى بعد الخلق النبي ادم عليه السلام الله علم ادم الاسماء كلها ان يكون من المتعلمين ان يكون من الدارسين ان يكون من المتابعين لذلك الانسان عظيم هذا الإنسان عظيم لأنه استدل على عظمة الله من خلال طرق طرق علمية لا شك فيها ولا شبهة، نعم أيها الإخوة، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، من الذي علم الإنسان؟ هذا الإنسان ولد ضعيف ولد لا يعلم شيء ولد وأتى إلى هذه الدنيا وهو لا يدري كيف يأكل وكيف يشرب وإذ بالحق تبارك وتعالى يعلمه كيف تكون كيف يكون طعامه وشرابه وهكذا يتطور هذا الانسان ويتطور عقله وتتطور مداركه حتى يستطيع فيما بعد ان يكون عنصرا فاعلا في هذه الدنيا وفي هذا الوجود واما الانسان ان لم يكن عنصرا فاعلا وان لم يكن جادا في هذه الدنيا فان هذه الدنيا لا تحمل على ارضها ولا تحمل فوق هذه البسيطه الا العلماء العقلاء الحكماء الذين يضعون الامور في مواضعها فان وضعوا المسائل في مواضعها ممكن بعد ذلك ان يكون لهذا الانسان دور كبير في عمارة هذا الكون على أساس علمي وعلى أساس ثقاف وعلى أساس ثقافة والمتابعة لكل ما يتطلبه منك من أجل أن تكون عالما أيها الإنسان. نعم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، نلاحظ هنا كذلك أن الله عز وجل كرر لنا كلمة الإنسان، لنقرأ اقرأ فيها تكرار، ولنقرأ ربك، باسم ربك. كذلك فيها تكرار، لنقرأ خلق، فيها تكرار. إذا هذه المكررات هل هي بدون معاني مضافة؟ لا، هذه المكررات لأن فيها معاني إضافية حتى تتركز هذه المعاني في عقل هذا الإنسان، هنا خلق الإنسان وقد سبق بأننا قلنا بأن لفظ الإنسان للدلاله على الانس وهنا علم الانسان خلق الانسان وعلم الانسان لم يترك الانسان لم يترك ربنا تبارك وتعالى الانسان سائبا في هذا الكون بدون تعلم او تعليم او هدايه او بيان او وضوح فيضل الطريق ويضيع في الطريق حاشا لله بل ربنا تبارك وتعالى خلق الانسان وعلم الانسان لذلك الميزه التي كانت في هذا القران الكريم وحضل ربنا تبارك وتعالى الناس لعبادته وتعظيم كتابه عندما قال لنا، عندما قال لنا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين، هذه الهداية هي التي أتت مع خلق الإنسان، ومع تعليم الإنسان، ومع بيان لهذا الإنسان كيف تكون الدنيا وكيف تهتدي في هذه الدنيا لتعيش سعيدا يا ايها المخلوق يا ايها العبد يا ايها الانسان نسال الله تبارك وتعالى ان يزيدنا علما وان يجعلنا من عباده العاملين المخلصين الذين يخافون الله رب العالمين